افضل 5 حراس موجودين في الدوري المصري لموسم 2021 يا بريك، هنعرفهم دلوقتي. في المركز الخامس محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش. في المركز الرابع الهاني سليمان حارس مرمى سموحه. في المركز الثالث محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجله. في المركز الثاني ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك. وفي المركز الاول الشناوي حارس مصر الاول. سلام.